تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. خرج علينا ميدو في برنامج اوضه اللبس وفجر مفاجاه بعوده ابن النادي الاهلي البار، مش كلاعب ولكن في منصب اداري في النادي الاهلي. قبل ما هنتكلم على الفيديو وهنعقب عليه وهنقول راينا فيه، حضرتك اول حاجه هتدعمنا بلايك للفيديو وهتشترك في القناه وهتفعل زر الجرس وهتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد عن النادي الاهلي. وبالنسبه للاهلاويه اللي جايين من الفيسبوك، حضرتك هتلاقي ثلاث نقط جنب بعض فوق الفيديو هتدوس عليهم، هتلاقي كلمه فتح في اليوتيوب هتدوس عليها، هتقدر تعمل تسجيل، هتقدر تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات من غير ما تعمل تسجيل دخول للفيديو. هندخل سريعا في كابتن ميدو ونشوف قال ايه ونعقب على الكلام اللي هو قاله. نسمع ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا ونعقب عليه. الاهلي بالدوري لازم طبعا ابارك للنادي الاهلي على فوز بدوري. هتقعدوا بقى تقولوا دوري كورونا دوري بتاع، هو دوري مهم جدا ودوري كان صعب من خلال ظروف. يعني لو انا اهلاوي او انا راجل موجود في النادي جوه النادي الاهلي هبقى مبسوط جدا بالبطوله دي. ليه؟ لان هي بطوله الفريق مر بيها بظروف صعبه جدا، الدوري وقف فتره طويله وانت راجع كان ممكن ترجع بمشاكل ومدرب مشي في النص وما كنتش عارف ترجعه وخدت وقت، كل ده بيخلي ان بطوله الدوري دي بطوله تعتبر مهمه جدا بالنسبه للاهلي. فمبروك للاهلي وجمهوره ان هو كسب بطوله الدوري. وبصراحه عشان نبقى صراحه الاهلي كان احسن فريق في الدوري. يعني لو جيت كده خدت رجعت شريط الدوري تاني من اول اسبوع لغايه يومنا هذا، الاستمراريه كانت موجوده عند الاهلي اكتر. المستوى طبيعي يعني في ماتشات ثلاث اربع ماتشات المستوى مش يعني مش زي ما الناس متوقعه، لكن بصراحه الدور الاولاني بالذات بتاع الاهلي قبل توقف الكورونا الاهلي كان في حته وبقيت فرق الدوري كلها في حته ثانيه خالص. فدوري مستحق ودوري مهم. واقول لكم على شويه حاجات برضو زي ما قلت لكم على اربع خمس حاجات كانوا مهمين جدا اول ناس قالوهم اوضه اللبس، وبعديها بشويه الناس بتتكلم عليهم. انا بقول لكم دلوقتي خبر مؤكد واكيد ان النادي الاهلي بيفكر جديا جديا جديا، صح يا شباب؟ النادي الاهلي بيفكر جديا، بل تم يعني الحديث مع صديقي حسام غالي على العوده مره اخرى للنادي الاهلي الفتره القادمه، وتم عرض يعني الفكره على حسام. وعلى فكره مش حسام اللي قال لي الكلام ده، عشان برضه محدش يفتكر ان حسام ليه علاقه بالموضوع، بالعكس حسام مركز مع ناديه ومع الجونه وبنسبه تركيز كبيره جدا مع الجونه لانقاذ الفريق من الهبوط. طبعا حسام بيقوم بدور كبير جدا مع لعيبه الجونه. انا خلي بالكم انا 2 و3 و4 في القاهره، يوم الخميس الصبح هتلاقوني في الجونه، فعارف كويس جدا الاجواء في الجونه وكل حاجه. حسام طبعا بيقوم بدور كبير جدا مع الفريق ومع اللعيبه ودور كبير جدا في التخطيط للنادي. الحقيقه حسام غالي اثبت داخل نادي الجونه ان هو مشروع اداري كبير او مشروع مخطط كبير لاي فريق، لان فريق الجونه مش سهل يعني فريق صعب، ويقدر حسام ان هو يعني يتعامل مع كل المواقف الصعبه اللي قابلته بذكاء شديد جدا ودهاء كبير جدا. كابتن محمود الخطيب سمع الكلام ده وسمع التطور الكبير اللي حصل لحسام خلال فترته مع الجونه. وانا بقول لكم الكلام ده هيحصل دلوقتي، كل الاطراف اللي انا بجيب سيرتها دي كلها ممكن هتطلع تنفي، لكن انا بقول لكم ايه اللي بيحصل زي ما دايما معودكم جوه اوضه اللبس. ايه اللي بيحصل؟ حسام غالي بنسبه كبيره في الموسم الجديد هيبقى موجود داخل النادي الاهلي، وده مش يعني حسام يعني الموضوع جالي الناس فعلا، يعني في تفكير كبير جوه النادي الاهلي من الكابتن محمود الخطيب بالاستعانه بخبرات حسام غالي، لان كابتن محمود الخطيب شايف ان حسام في كل المميزات اللي تخليه ان هو يقدر يكون موجود في منصب يكون منصب مهم جدا، ومش منصب يعني مش منصب كده اللي هو محطوطه بس عشان يبقى موجود جوه النادي الاهلي، لا منصب يكون ليه منصب يكون مؤثر جوه النادي الاهلي. طبعا بعدين هقول لكم شويه كده تفاصيل، لان وجود حسام غالي في النادي الاهلي معناه ان في ناس ثانيه مش موجوده مش على الخريطه بتاعت الاهلي، لكن مش هقدر اقول لكم الكلام ده دلوقتي. يعني ما اقدرش ان انا اقول لكم حاجات تقدر ان هي برضه تاذي ناس، لان انا مش شغلتي هنا ان انا اذي ناس، لكن انا بقول لكم ان حسام غالي هيرجع النادي الاهلي تاني في منصب اداري مهم في الفتره القادمه. كل الناس بتطلع تنفي تاني زي ما انا قلت حاجات كتير والناس بتطلع تنفي وفي الاخر بتطلع صح، ولكن برضه وجود حسام معناه ان في ناس في البازل في ناس جوه المكعبات بتاعت النادي الاهلي هيتعشق مكانها حسام. وناس الموضوع ده على فكره ملوش علاقه بالاهلي فاز بالدوري، الاهلي فاز ببطوله افريقيا ابطال الدوري، هو اقتناع.
مقنعه غير مقنعه لبعض الناس. حسام يقدر ان هو يكون مقنع مقنع فيها. ده بالنسبه لي اهم خبرين. هنطلع فاصل وبعد الفاصل هكون معايا واحد انا بحبه جدا. سمعنا كابتن ميدو اتكلم على عوده كابتن حسام غالي للنادي الاهلي ولكن في منصب اداري مهم. هل المنصب الاداري هيكون مدير كوره؟ هل هيكون على حساب كابتن سيد عبد الحفيظ؟ انا ما اقدرش اجزم اقول الكلام ده صح 100% او غلط 100%، ولكن كابتن شوبير خرج امبارح في البرنامج على اون تايم سبورت ونفى الكلام ده جمله وتفصيل. الله اعلم هل هو عنده معلومه مؤكده ولا هو بيقول كده كنوع من انواع استقرار في النادي الاهلي. ولكن انا من وجهه نظري لو كابتن حسام غالي هيجي مكان سيد عبد الحفيظ، حسام غالي اضافه كبيره جدا جدا جدا. ممكن كابتن سيد عبد الحفيظ يروح مكان اخر، ممكن يبقى متواجد في النادي الاهلي، يروح قناه النادي الاهلي يبقى فيه برنامج عشان يرد بيه على الزراطير ويبقى اضافه قويه برضه في النادي الاهلي، ممكن يمسك في قطاع الناشئين. يعني في كل الحالات سواء كابتن حسام غالي جه او ما جاش او كابتن سيد عبد الحفيظ استمر في منصبه او راح لمنصب اخر داخل النادي الاهلي سواء في القناه او في قطاع الناشئين او في اي شيء اخر يخص الكوره او لجنه الكوره، كل ده هيصب في النهايه لمصلحه النادي الاهلي والفريق. وانا بثق في كلام ميدو بعض الشيء لانه اكيد في معلومه قويه راحت لميدو عشان كده خرج قال لنا الجمله دي. لو النادي الاهلي طبعا الايام مفيش اقرب منها، في احتمال كبير ان فايلر خلاص هيمشي فالجهاز بتاعه كله هيمشي، فهيضطر النادي الاهلي يضع جهاز فني جديد بوجوه جديده، وكابتن حسام غالي من ضمن الوجوه المعروضه على النادي الاهلي. احنا بنتمنى ان النادي الاهلي يبقى في ابهى صوره باي حد موجود من ابنائه، سواء حسام غالي سواء سيد عبد الحفيظ سواء اي حد هيخدم النادي الاهلي، لان احنا كلنا خدامين النادي الاهلي. ولما قلنا النادي الاهلي وقالها كابتن صالح سليم، الاهلي فوق الجميع، فوقنا كلنا، واحنا خدامين للكيان وخدامين للنادي الاهلي. فاحنا بنتمنى لو كابتن حسام جه يبقى اضافه كبيره في المنصب ده، لو سيد عبد الحفيظ ما استمرش وراح لمكان اخر سواء قناه النادي الاهلي او شيء في الكوره برضو في الجهاز في النادي الاهلي، كل ده هيصب في مصلحه النادي الاهلي وفي مصلحه الفريق. انا بشكركم شكرا جزيلا. حضرتك ما تنساش تدعمنا بلايك عشان يوصلك اي فيديو احنا بننزله، ولما هتدعمنا بلايك الفيديو بتاعنا ده هيروح لناس تانية اهلاوية لسه ما وصلهاش الفيديو، فكل لايك حضرتك بتحط للفيديو بيوصل لناس تانية بتدعمنا اكتر. فما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش في القناة، وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد عن النادي الاهلي. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.